بسم الله الرحمن الرحيم. نستكمل معا حديثنا عن التحليل النقدي للخطاب. إذن هذا الخطاب حينما يتم إطلاقه يكون الهدف منه هو التلاعب بالعقول، الهدف منه هو التأثير في عقول الآخرين، طبعا ده في حالة إساءة استخدام القوة. لكن في صورته الطبيعية هو محاولة لإيصال رسالة وتشكيل وعي لدى الطرف الآخر. الفكرة كلها هي أن يتاح للطرف الآخر القدرة على إنتاج خطاب مضاد. يعني إذا أنت أردت أن تشكل وعي، أنت أردت أن تفرض واقع معين، أنت أردت أن تقوم بإقناعي بأن هذا الواقع هو أفضل ما يمكن، فمن حقي أنا كفئة معينة أن أقوم بإنتاج خطاب مضاد أشرح فيه أيضا وجهة نظري. طبعا في الأوضاع المثالية يتاح إنتاج كل أنواع الخطابات، ويتاح للباحثين دراسة الخطابات بشكل فيه حرية مطلقة. لكن في هذه الأوضاع كما ذكرت هي أوضاع مثالية، لأنه عادة إذا كان هناك إساءة لاستخدام القوة فإن أول إجراء هيتم اتخاذه هو التحكم في مصادر الوصول لمصادر الخطاب. يعني هو بيطلق الخطاب ثم يحاول تحجيم الخطابات المضادة، يعني ألا تطلق من الأساس، وهذا سنتعرف عليه بمشيئة الله. يبقى إذن كما ذكرنا هنا أن الخطاب هو شكل من أشكال التحكم، ولذلك هو يحظى بأهمية كبيرة جدا، يجب أن يكون موضع العناية والدراسة والتحليل لعدة أهداف. فحينما نقوم بالتحليل النقدي للخطاب نحن نحاول أن نتعرف على الكيفية التي تقوم بها بعض القوى الاجتماعية والنخب بتصدير فكرة معقولية الواقع والقبول به، ونرصد أيضا وجود فئات أخرى بتحاول أن تتصدى لهذا الأمر بخطابات مضادة لتعبر عن وجهة نظر مضادة، تتضمن رؤية مغايرة لهذا العالم وللواقع الاجتماعي المحيط. هذا يتعلق طبعا أو يتطلب دراسة الطبقات الاجتماعية واللغة والأديان وما إلى ذلك. والهدف كما ذكرنا هو الوصول للاستراتيجيات الكامنة في الخطابات لتحقيق الإقناع، أو ما ذكره بتعبير ديون فان دايك التلاعب في العقول، التلاعب في العقول. طيب هذه الدراسة في أهدافها كما ذكرنا الوصول للاستراتيجيات المستخدمة، وأيضا هناك هدف أسمى وهو تجنب إساءة استخدام القوة في المستقبل من خلال الخطابات. لأنك حينما تكشف زيف هذا الخطاب، حينما تكشف كم المغالطات أو الاستراتيجيات السيئة التي استخدمها كي يقوم بإقناعك بشيء خاطئ، فإن هذا يحد من الخطابات الزائفة أو الخطابات التي تدعم إساءة استخدام القوة. طبعا إساءة استخدام القوة تعبير دارج ربما يكون عسكريا، لكن هنا ما نقصده بإساءة استخدام القوة هي يعني القوة كما في النقطة التالية، الثروة، المعرفة، التعليم، كل هذه مصادر للقوة في المجتمع. يعني ما نقصده هنا هو القوة في المجتمع، الثروة، التعليم، المعرفة، والخطاب منتج رئيس لكل هذه المصادر. يعني الثروة لها خطاباتها، رجال الأعمال في المجتمعات عادة ما تكون لهم بعضهم لقنوات تلفزيونية على سبيل المثال، جرائد، كتاب معينين يطلبون رضاهم ويطلبون الاقتراب منهم من خلال كتابة ما يسرهم. إذن الثروة لها خطاباتها، المعرفة أيضا، من يعرف له سلطة، سلطة من يعرف، فالطبيب على سبيل المثال
له سلطة في مجاله، القانوني له سلطة في مجاله، القاضي له سلطة في مجاله. هذه السلطات يجب ألا يساء استخدامها من خلال الخطابات الصادرة عنها، لأنك حينما تستمع لخطاب صادر عن طبيب يتضمن رسالة محددة، فأنت ستضع هذه الرسالة في مكانة مهمة ومرتفعة عن النصائح التي يسديها لك شخص طبيعي أو عادي ليست له معرفة طبية. إذن كل مصدر من مصادر القوة ديت لها خطاباتها التي نسعى لتجنب إساءة استخدامها، ونسعى لكشف العلاقة بين الخطاب الصادر وبين كيفية التعامل معه أو رد الفعل لدى الطبقات التي تتلقى هذا الخطاب، بهدف في النهاية أن احنا نوصل لأمرين: إما أن نحافظ، يعني كشف زيف الخطاب أو الاستراتيجيات الكامنة خلفه أو الحد من إساءة استخدام القوة، كل هذه أهداف طبعا رائعة، لكن كذلك من أهداف التحليل النقدي للخطاب ضمان الحفاظ على وجود الخطاب المضاد، يعني نشره ودراسته وضمان استمراره، لأنه هو السبيل الوحيد والسبيل الأفضل للتغيير، عوضا عن إعادة إنتاج هذه النماذج السيئة على مستويات مختلفة. الحقيقة أنه في هذا الإطار أصبحنا أمام ما يشبه معركة الخطابات بين الأطراف أصحاب وجهات النظر المختلفة والمغايرة. لذلك فالطبقات المهيمنة والقوى الاجتماعية عادة ما تسعى للتحكم في الخطاب وسياق الخطاب. كما ذكرنا أنه لا يمكن فهم الخطاب إلا من خلال سياقه. لذلك ستجد أنه هناك مثلا سيطرة على سياقات إعلامية معينة، منابر دينية معينة، لمحاولة أن تكون كل الخطابات الصادرة تحظى بموافقة وقبول هذه القوة المهيمنة باستمرار، يعني لضمان عدم وجود مشكلة في هذا الأمر. كذلك تسعى للتحكم في قدرة الأشخاص الطبيعيين على الوصول لمصادر الخطابات، فتجد باستمرار أنه الإنسان الطبيعي له نفاذ قوي ومؤثر في المحادثات اليومية، محادثات العائلة، الزملاء، لكن له نفاذ ضعيف للغاية في المؤسسات الرسمية، في وسائل الإعلام، ليس له أي نفاذ وسلطة للوصول لهذه المصادر. هذه المصادر عادة ما تسيطر عليها الطبقات المهيمنة، هي اللي بتسيطر على وسائل الإعلام، هي اللي بتسيطر، هذا في العالم كله على فكرة، مش تسيطر على وسائل الإعلام، تسيطر على المؤسسات الرسمية والمنظمات الدولية، لذلك تجد خطابات باستمرار تصدر ليس بالضرورة أنها تعبر عن حقيقة واقعنا مثلا في العالم العربي، إنما هي تقنن لأوضاع ربما نحن نرى أنها ظالمة وغير مقبولة ويجب تغييرها. وهنا أنت أمام فكرة النفاذ، يعني النفاذ إلى مصادر الخطابات. نستكمل عدد من الأمثلة في الجزء القادم بمشيئة الله.